معرفش بجديه ولا لا، على كل حال انا نصحوني زملاء واساتذه محامين اني نقوم بالحق الشخصي في هذه القضيه، فقمت بالحق الشخصي للاطلاع على الملف، واسمعني السيد حاكم تحقيق 15 ظهر لي اسمعني مطولا، وقدموا الاساتذه نتاعي بعض المطالب، منها غريب اني نطالب باش نقعد مع سي دمق ونتكافح معاه، يعني لا اعرفه هو علاش اسمي ورد، اقل حاجه معناها هذه طلبتها، اضافه الى الاسماء التي وردت هذوما الزوز اشخاص الى اخره، باش نقعدوا معاهم ونسمعهم الى اخره، اضافه مطلب نعتبره جوهري هو ربط القضيه هذه بقضيه اغتيال شكري بالعيد، وهذا ما طلبنا به كذلك. وعدنا، ولكن ما رعنا الا ان السيد حاكم تحقيق هذا تمت نقلته الى القطب القضائي جديد، خرجوه وكلمونا نهار قالوا لنا يجب الصح على قرار ختم البحث راه انتهى، ما سمعنا حد وما كافحنا حتى حد، وكنت مجبر باش نجي نصح عليه لكي استطيع استئناف، وتم استئناف القرار هذا ونحن ننتظر بطبيعه الحال، ولكن باستثناء قاعدة أنا وحاكم تحقيق ما قعدنا مع حد وما حكينا مع حد، وكأن اللي لاحظته أن بصراحة القضية هذه أنا نعتقد هذا جازي من أن لها علاقة بقضية اغتيال شكري بعيد، أو على الأقل يعرف فيها أشياء، وأنه سي دمق هذا اللي أنا ما نعرفوش يظهر لي يحبوا يمشيوه كبش في داف الحكاية هذه عصابة إلى خيري، فيها دمق ولده مش معقول هذا، ومش جدي برشا.